في سياق آخر، نفى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري من جهته أن يكون قد جرى أي لقاء مع منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس، وأوضح في اتصال هاتفي مع قناة الحياة عن تلقيه رسالة من لجنة للحوار فاعتذر عن ذلك. التصريح مع إكرام بطاش نتابع. اعتذرنا بالمناقشه، يعني لم نستجب للقاء. يعني هذا الحوار تكتشف الاعلام، الحوار هذا اللي راه موجود احنا ماناش معنيين به، اذا فيه جديه مره واحده اخرى يعني ضمن ما يطلبه الحراك في اطار الشفافيه والتوافق الحقيقي والحوار اللي يكون سيد وكذا. احنا دعاة حوار، احنا دائما مع الحوار. لا، لأن احنا مع الحوار كمبدأ، مع الحوار عنده شروط نجاح الحوار.